انت تتمنى اول 3 قرارات ممكن يقوم بها الاتحاد ايه من خلال رؤيتك انت، او تتمناها يعني اول ما خلاص بكره عندنا اتحاد مصري او اتحاد يدير الكره المصريه، تتمنى اول 3 قرارات يطلعهم ايه؟ 1، انتظام جدول مسابقات الدوري الممتاز مستحيل مش هيتحقق. 2، عوده الجماهير برضه صعب يعني، عوده الجماهير دي يعني دي مختلفه شويه. 3، يعني عودة الانضباط إلى الملاعب المصرية بقوانين ولوائح مغلظة ومشددة تطبق على الكبير قبل الصغير، وتفرض الاحترام في المدرجات وفي الملعب وعلى المسؤولين. 3 قرارات يعني أنا أتفق معاك فيهم، بالإضافة طبعا لرابطة الأندية المحترفة. أنا طبعا ده أساسي، ما ده رابطة الأندية طلع بيها المهندس أحمد جهة قرار، ده خلاص مشكل. ده أكيد هتشكل. لا ده خلال ده أعتقد إن المجلس الجاي هيجي لها مشكلة، ودي خطوة مهمة جدا. هيجي يلاقيها مشكلة ولا هيبقى الموضوع يعني هيبقى في مجلس منتخب والمجلس المنتخب ده بيدعو ان يكون في رابطة أندية محترفة؟ ماشي، ما هو بس المهندس أحمد مجاهد دعا لهذا الأمر وطلع قرار بهذا الأمر، لأن كمان لجنة المسابقات الآن لا تدار، بيديرها الموظفين الموجودين في لجنة المسابقات. طبعا بعد استقالة الكابتن مازن مرزوق. فمهم جدا ان يتم تشكيل الرابطه ويعلن عن تشكيلها وطريقه انتخابها، وتيجي الرابطه اللي هي بتمثل الانديه، ودي اللي هتدير المسابقه بالكامل. دي اللي هتدير المسابقه بالكامل، هتدير المسابقه من كل الاتجاهات، الحقوق والبث والمباريات والمسابقات والحكام وشؤون اللاعبين، كل ده هيدار. واعتقد ان احنا المهم جدا ان احنا نشوف النماذج العالميه اللي موجوده حوالينا في العالم كله ونستقي منها ما يناسبنا. صحيح. علشان احنا ما نقعدش نالف ونعمل حاجات مش موجوده وتبقى حاجات يعني ما لهاش اساس في الكره العالميه. فعندك روابط كتير جدا في العالم وعامله نجاحات كبيره جدا، وحد يتهم الرابطه بالتحيز للاهلي ولا التحيز للزمالك ولا التحيز للفرق الثانيه ولا الاقاليم ولا الشركات، وننظم بقى عمليه البث الفضائي والفلوس يعني دي كمان داخله في عمليه اقتصاديه كبيره. هتبقى ناس انت بتبيع في املاكك بالظبط، فاعتقد ان الناس هتشتغل بشكل جيد وشكل كويس، بس المهم ان الشخصيات اللي تبقى موجوده تبقى على نفس المستوى الاحتراف وعندها فكر وعندها رؤيه، ويبقى ليها رئيس برضو له قدرات كبيره جدا في التسويق وفي الاداره، ده مهم جدا. صحيح. اعتقد ان دي هتبقى نقله كبيره جدا للكره القدم المصريه، المفروض تحتاج حاجات كتير جدا، بتسوق الشعار بتاعك اللي احنا برضو ما بنشوفناهوش لغايه دلوقتي ولا شفنا له اي جديد فيها. هو فين المفروض الشعار ده مش بيبقى على كل التيشيرتات اللعيبه في الدوري المصري؟ وانت بتشوف حتى في المباريات ما مش موجود، واخد بالك؟ كرة القدم فين؟ كرة الدوري المصري اللي اعلنوا عنها السنة اللي فاتت؟ الكرة اللي بيلعبوا بيها السنة يا كابتن كرة قديمة من اللي هي بتاعت الموسم اللي فات تقريبا، غير واضحة المعالم يعني. فأنت أعلنت عن حاجات وما بتنفذهاش، يعني ده دليل إنك بتشتغل بنظام غير مؤسسي. صح. فلما تشتغل بنظام مؤسسي وعندك رابطة يبقى عندك حاجات، والشركات العالمية اللي أنت مرتبط معاها بتنفذ التزاماتها معاك، وأي حد بيجي بمجرد إن بيشرف على تنفيذ هذه الالتزامات يعني. ففي حاجات كتيرة جدا محتاجة ضبط ومحتاجة ربط ومحتاجة ان احنا نشتغل عليها بشكل كويس جدا عشان نعلي من قيمه المسابقه، لا سيما وان انا شايف ان الدوري السنه دي من الدوريات القويه جدا والمميزه جدا يا كابتن هاني. يعني انا شامم فيه طبعا مع الفرق الكبير جدا يعني الدوري الانجليزي، لكن احنا مش بعيد طبعا، بس مفيش ماتش مضمون عندك دلوقتي. صحيح. يعني مزبوط. تلاقي فريق اسوان اللي متقدم ماتشين وكسبان 6 نقاط بيخسر 3-0 من النادي المصري، فريق المقصه اللي خسران برضه ماتشين برضه بيكسب الماتش الاخير. مقاولين الرابع الدوري السنه اللي فاتت كان بادي بدايه مش قد كده يعني. فهنشوف صعوبات كبيره جدا، اقصد بكلمه صعوبات فنيه للفرق الكبيره. هنواجه منافسات، الحقيقه انا بشوف ماتش بستمتع بالماتش. لا يعني الماتشات مميزه على المستوى الفني، بنستمتع بالدوري المصري يعني على المستوى الفني. صحيح. يعني بتفرج على الاهداف، شفت فرقه البنك الاهلي بتكسب ب3-0 الانتاج الحربي، ولو بجوان وحد بيجيب جوان من بره، في ظاهره انك تسدد من بره وتجيب جوان بقت موجوده كتير جدا عندك. الاداء الفني للاعبين، الجهد الكبير المبذول، انا شايف ان مسابقه الدوري السنه دي يعني ربما لم نراها من سنوات بعيده الحقيقه.